انا يا ام نهيله كنشكركم، كنطلب من المخزن يشد لي حقي لبنتي، الله يجازيكم بخير. انا عييت، انا راه مرت فهاد الشيء، راه مرت ما بقيتش كنتلاقى مع العائله، حشمت، عندي خوتي، عندي العائله، عندي شحال من حاجه في الدنيا وما بقيتش كنخرج، شحال من حاجه عندي، بغيت اليوم بغيت نجلب الدريه، ما خرجت على قبل هاد الحاله اللي وقعت لبنتي، ما راضياش بها، بغيت سيدي ربي المخزن ياخذ ليا حقي، الله يرحم والدينا يجازيكم بخير. انا عييت من هاد الشيء، النهار اللي قالت لي نهيله هاد المشكل اللي وقع ليها، راه سيمانه انا ما مشيت للدار، سيمانه ما شت الراجلش، سيمانه وانا ما كنشوف فيه، ما كان هو ما كيرضى كاع يهضر لينا في التليفون ولا يسول على الدريه كاع صغيره، عندها الحليب عندها كلشي وما كيرضاش، قال لك انا ما رضيتش من العائله، حيت حنا عائله وحده بحال الراجل بحال المراه، عائلتنا كلها عائله وحده، قال لي خاص المخزن يشد لي حقي لبنتي، ورا خدامه في روضة الغفران راه سيمانه بالركوب، قال لك باش ما يدير شي حاجه في ذاك الدري اللي اغتصب الدريه. المهم النهار اللي طرا لي المشكل، النهار اللي طرا لي المشكل اللي عاودات لي هي اللي قالت لي الدريه بثلاث، قالت لي ماما هي قاريه مع 8 ما خارجه مع 11، خارجه مع 10 داخل لاحقه للدار مع 11، وملي قلت لها انا هايله واش غتمشي للمدرسه مع اش غاديه، قالت لي ماما داخله مع 4، قلت لها واش كاينين الدريات اللي غيمشي معاك في الطريق، قالت لي ماما راه كاينين الدريات، قلت لها صافي، قالت لي شويه وهي تقول لي ماما راه اليوم ما غادياش للمدرسه، قلت لها علاش، علاش انا هايله ما عمرك قلتي لي ما غادياش للمدرسه، قالت لي ما بغيتش نمشي ماما للمدرسه، قلت لها بغيتك تقولي لي علاش، قالت لي ماما وقع لي المشكل، قلت لها عودي لي هايله المشكل اللي وقع لك دابا قولي عليا، قالت لي ماما ما قدرتش نقولها لك في الدار، قلت لها علاش، قالت لي خاصنا نمشيو حتى لعند امو ونعاود لك المشكل اللي طرا لي. ملي جينا للدار عند امي هنا عاودات لخالتها، قالت لها خالتها نهيله ضروري تعاودي لينا هذا المشكل اللي وقع لك، قالت لها خالتي راني مغتصبه، قالت لها شكون اللي يغتصبك، قالت لها ولد الدرب، قالت لها كيما قلتيهاش النهار الاول والديك، قالت لها ما قدرتش خالتي حيت كيهددني، قالت لها راك دار ليا التصاور، قالت لها النهار اللي اغتصبني دار ليا التصاور ودار ليا الموس على سميتو على الجنب، ما قدرتش نقولها وكيهددني باختي الصغيره، قال لي النهار تقولي لوالديك ولا عائلتك غنشريك التصاور في التليفون، كاع عائلتك تفرج فيك وعائله وصحاب خوك وخوك، راه ما غاديش نرحمك الا قلتيها. صافي ملي سميتو قالها بحال هكايا، قالت لي يا ماما ما قديتش نقولها لكم، هذاك الشيء علاش ما قدرتش نقولها لكم، ما من شهر 9 وانا مغتصبه، وانا ديك الساعه فاش اغتصبت الدريه انا راه يلاه والده الدريه والده بالفتيح، وملي خرجت هي قالت لك ماما راه فاش كنت خارجه سميتو فاش كنت خارجه للحانوت الخا ديال الشهر 9 اللي طرا لي هذا المشكل، قالت لي راه انت اللي مسخراني للحانوت نهار الحد مع الجوج، قالت لي ماما ملي مشيت للحانوت لقيت الحانوت سد، ملي رجعت لقيته واقف فم الباب، قالت لك هو يشدني من يدي، قال لي تدخلي معايا، قلت ليه لا، قلت ليه ما ندخلش معاك، قال لي لا تدخلي معايا، قالت لك حاطه الموس على الجنب، ملي دخلها لداخل قلت له ديك الساعه غوتي، قالت لك سد لي فمي، قال لي ما تدويش، الا دويتي راه ما نرحمكش، انا تصورها ملي اغتصب هذا لي دوك التصاور، قال لي ودابا التصاور عرفتي الا مشيتي قلتي لعائلتك غتصاور كلشي غنلوحهم لك العائله تفرج فيك وخوتك، المهم اللي في جنبك راه غيعرف كاشنو كتسواي، قالت لك ما قدرش نقولها لك ماما حيت كيهددني حتى بختي، كيهددها حتى بختها وحط لها الموس على الجنب، هي عارفه الموس، قالت لك الموس ديال 7 نقشات، قالت لي من تما امي صافي ما قدرتش نقول، قالت لي خفت، قالت لك خفتي نشر ليا التصاور وخويا غيدير شي حاجه في راسو، هو خوها كيقرا في سميتو هو في سيزيام فاش كيقرا، قالت لك ما قدرتش نقول لكم اختي يدير فيها شي حاجه ولا يلقى التصاور ولا شي حاجه، قالت لك داكشي علاش انا صبرت كلشي هذا الشيء، دابا ما قدرتش نصبر، قلت كل نهار غنبدا ندير لها وما نقولها لك ماما. صافي النهار اللي قالت لي المهم عاودات لي هذا الشيء، جينا للهراويين نيت، مشينا عند هاد الجون هاد سميتو هاد البوليس اللي في 40 في الكوميساريه ديال المدينه الجديده، اللي مشينا لتما قال لك حنا راه هذا الشيء ما كنديروش به حيت نتوما في ديك البلاصه عليكم الجوندارم، عمرو واحد الورقه راه باقيه عندهم هما يعني هنا عند البوليس، عمرو ديك الورقه خلاوها عندهم، قال لك سيرو سميتو عند الجوندارم الفوق ديكراريو عندهم، ولكن ما غتمشيو حتى تجيبوا الورقه من سيدي عثمان ديال الدريه بان راه تغتصبات. مشينا لسيدي عثمان، ملي مشينا لسيدي عثمان لقينا اخت فاتحه
من الجمعيه الله يكثر خيرها حتى هي، يا هي ونجات وكل شيء. المهم كاع اللي واقف معنا في هاد اصحاب الجمعيه الله يكثر خيرهم، هي اللي دارتنا، هي اللي وراتنا كيفاش نديروا. عاد مشينا لميريزغوس عطانا عند استاذه اجتماعيه، ديك الطبيبه ديال الاجتماعيه ولا ما عرفتش كيقولوا. المهم سمحوا لي واخا راه حتى انا سميت. ملي مشينا لميريزغو دخلنا عند الطبيب الشرعي هو اللي صاب الورقه للدريه، قال لك هاد الورقه تديوها ديريكت عند الجندارم. صافي دينا ديك الورقه عند الجندارم، ملي عمرنا المحضره سولوا الدريه قالت لهم داكشي اللي كاين، داكشي اللي في الورقه هو اللي كاين. حطوه الجندارم المهم في الدوسي وقالوا الراجلي المهم نهار التات خاص هذا يحضر عندنا مع الربعه ولا خمسه ونص، خاص يكون عندنا هذا الدري فين ما بغى يكون يكون، المهم انت خاصك تعس عليه. الراجل قال لي انا ما غنعش عليه، حيت الا عسيت عليه ضروري غندير شي حاجه، ما غنقدرش انا نعس عليه، انا هادشي بعيد عليا، انا جيت عند يد المخزن هو اللي غياخذ ليا حقي. كون بغيت انا ناخذ الحق النهار اللي شفنا هادشي وبعت من بنتي وبعت من سميتو ولادي الاخرين راني غندير شي حاجه فيه. داكشي علاش انا بغيت نبعد من هاد المشاكل، المخزن هو اللي كنطلب يشد ليا حقي لبنتي. صافي ملي شدو عيطوا للراجل قال لي طلع الدري عندنا عند الجندارم تقابل معاه. المهم تقابلت مع الدري نهار الخميس، دفعوه من المحكمه. نهار يدفعوه من المحكمه تقابلت ثاني عند وكيل الملك وطلعها ثاني عند قاضي التحقيق. صافي من تما قال لك نهار الاربعاء رجعوا شدوا الرقم ديالكم. نهار الاربعاء مشينا شدينا ثاني الرقم، باقي ما عيطاتش علينا المحكمه. الدريه راه مريضه ما بقاش كتبغي تبرك حتى مع العائله، وكتبرك بوحدها في البيت وما كتاكل ما كتشرب ما والو. من نهار طرا لها هذا المشكل وهي بحال هكا. هاد الراجل راه تعدى علينا، ضعيطوا الله يا سيدي ربي تاخذ ليا الحق، يا سيدي ربي تاخذ ليا الحق. راه كاع الناس كيعرفونا، كاع الناس كيعرفونا، حنا ما فيناش داك سميتو ديال باش يقول راه حنا اللي قباع، حنا اللي كنطيرو، حنا اللي كنديرو، حنا راه ما في بالنا حتى حاجه. هاد الدريه راه كلشي كيعرفها، راه دوال مزاف كلشي كيعرفها، اقليم مديونه كلشي كيعرفها، والدريات ديال المدرسه كلشي كيعرفها. النهار اللي ساقوا الخبر لهاد الدريه راه كلشي تعجب، كلشي تعجب، كلشي تعجب، كلشي قالوا اش بغان فهاد الدريه، اش بغاو في الدريه، اش بغات السيد في باها. لا عمرها دار، ما عمرش نعلم حتى شي حاجه، 11 عام وانا ساكنه في داك الدوار، ما عمر شي حد تعدى عليا، حتى شهادات تعدى عليا. دعيتو الله، انا دابا كنطلب من المخزن يشد ليا حق بنتي، هادشي اللي كنطلب منه.